اهلا بكم اعزائي المشاهدين، كل عام وانتم بخير. فيديو النهارده معانا شاحن او ادابتور 9 فولت 2 امبير، نوع شعبي اقتصادي، ولكن الدايره بتاعته دايره غريبه ومختلفه شويه. ده الشاحن اللي معانا او الادابتور اللي معانا، في منه 12 فولت وفي منه 9 فولت. اللي معانا 9 فولت زي ما حضراتكم شايفين 2 امبير. هنشوف الدايرة بتاعته، دايرة غريبة شوية، دايرة اي سي. المختلف في ان الدايرة دي انها موفرة في القطع والقدرة بتاعتها قدرة متوسطة، ولكن هل القدرة هتكون 2 امبير فعلا ولا اقل من ال 2 امبير؟ وكمان هنتعرف على مخطط دايرة الاي سي، دايرة بسيطة جدا وموفرة في المكونات. كل ده هنشوفه في فيديو النهاردة ولكن بعد الفاصل، تابعونا. زي ما حضراتكم شايفين الشاحن ده ممكن يشتغل لراوتر او اي حاجه، ولكن القدره بتاعته مكتوب 2 امبير. هل فعلا القدره 2 امبير ولا لا؟ ده اللي هنتاكد منه مع بعض. قبل ما نشوف مخطط الدايره هنجرب قدره الشاحن. معانا سوكت بطرفين مشبك، هنوصله مع الشاحن بالشكل ده عشان نقدر نتابع التيار والجهد، وهنوصل الشاحن. اضاء اهو كده شغال. تعالوا مع بعض نتابع الجهد. الجهد 9 فولت و4 من عشرة. هنوصل بعض الأحمال وهنقيس التيار ونشوف. هنجرب في الأول بمقاومة 10 أوم، يعني هتسحب في حدود 1 أمبير، وهنشوف الجهد، وطبعا هنتابع الأمبير. كده هنتابع الأمبير وهنتابع الجهد ونوصل. الجهد انخفض ل 8.5 والتيار المسحوب 840 او 830 ملي امبير، يعني اقل من 1 امبير، والجهد انخفض ل 8.6 فولت، وبالتالي قدرة الادابتور ده بحد اقصى 1 امبير. طيب كده عرفنا قدرة الادابتور. تعالوا مع بعض نشوف الدايرة الداخلية للأدابتور ده. وطبعا أنا اخترت الأدابتور ده لأن الدايرة غريبة شوية، وممكن كتير من أصدقائنا ما شافش دايرة بالشكل ده. هنفتح فيش مسامير، كله كليبسات. زي ما حضراتكم شايفين دايرة صغيرة، هو شاحن شعبي. في بعض المكونات على السطح السفلي، مفيش اي عازل او حماية من طرفين الفيشة. زي ما حضراتكم شايفين طرفين الفيشة يعني عاليين، لو منخفضة ممكن نقول، لان في مسافة بين البوردة وبين الدبوسين بتوع الفيشة، ولكن طبعا ده بيمثل خطورة. مفيش اي عزل، دي اول نقطة. طيب تعالوا مع بعض نشوف. دي قطعة من الفلين لإحكام البوردة، مكانها متتحركش لأن طبعا البوكس أكبر بكتير من حجم الدايرة. تمام، تعالوا أول حاجة نمشي خطوة خطوة. IC DK 1203 ونشوف المكونات. اول حاجه معانا طرفين ال 220 فولت، طرف داخل على البريدج دايود، والطرف التاني من خلال انراش ريزيستور او مقاومه فيوزيه قيمتها 1 اوم. طرفين الاوت بوت البريدج دايود على مكثف تنعيم، مكثف 400 فولت، قيمه المكثف 4.7 400 فولت. الطرف الموجب بيمر ليه طرف من اطراف المحول او الشوبر، والطرف التاني بيغذي 3 اطراف من اطراف الاي سي، وهما 3 اطراف دول يعتبر الكوليكتور او الدرين، رقم 8 و7 و6. رقم 5 من الاي سي على الاوبتوكوبلر، طرف من اطراف الاوبتوكوبلر ده عمل فيدباك. الاوبتوكوبلر بيرسل إشارة الفيدباك لطرف رقم 5 من الاي سي، وطبعا في على طرفين الاوبتوكوبلر
مكثف لعمل تكرار دايرة الفيدباك. الطرف التاني من الاوبتوكوبلر تشوفه موصل بإيه، موصل مع الأرضي أو سالب البريدج أو سالب المكثف. الطرف رقم 4 و3 من الأي سي اللي هما الطرفين دول موصلين مع الأرضي طبعا لغلق دايرة الأوسيليتور أو دايرة المذبذب. الطرف رقم 2 موصل مع مكثف تغذية وسالب المكثف موصل مع الأرضي. الطرفين دول طرفين مكثف تغذية الأي سي. طيب المكثف تغذية الأي سي بياخد الشحنة بتاعته منين؟ لأن الطرف الأرضي موصل مع البريدج دايود وسالب المكثف، والطرف التاني موصل مع الأي سي مباشرة ومفيش أي حاجة مغذية للأي سي. هنعرف ده في شرح مخطط الدايرة. مع الدرين أو كوليكتور دايرة السنيبر دايود هاي فريكونسي مع مقاومة 100 كيلو وطرفين المكثف، ده مكثف دايرة السنيبر. المكثف ده بيكون قيمته في حدود 10 نانو، مكتوب عليه 3N9، 3.9 نانو، نانو فراد، 1.2 كيلو فولت، وده السيفتي كاباستور بين الطرف الحار والبارد. الاوتبوت زي ما حضراتكم شايفين طرفين اوتبوت، الطرف الاول معاه دايود بشكل عكسي، وبالتالي ده هيكون السالب. الطرف ده سالب المكثف اهو، مكثف 470 16 فولت، ده سالب المكثف وده الموجب. مع الطرف السالب في طرف ليد، ومن الموجب من هنا الموجب مقاومة 2.02 كيلو، دي لتغذية الليد. طيب معانا دايرة الفيدباك، الزينر دايود من الموجب مقاومة 1 كيلو مع طرف من أطراف ليد الأوبتوكوبلر. الطرف التاني من الأوبتوكوبلر موصل عكسيا مع الزينر دايود، والطرف التاني من الزينر مع السالب، ده لعمل دايرة الفيدباك. هنشرح مع بعض ازاي دايرة الاي سي دي بتعمل بدون مكونات كنا معتادين عليها في اغلب انواع الادابتور اللي شفناها قبل كده. زي ما حضراتكم شايفين دي مخطط دايرة الشحن. اولا معانا طرفين ال 220 فولت، طرف معاه انراش ريزيستور 1 اوم، دي لعمل حماية من حدوث الشورت بتحترق المقاومة. بريدج دايود، والطرف التاني من ال 220 فولت عادي جدا، مكثف تنعيم 4.7 مايكرو فراد 400 فولت، وطرف الموجب داخل على ملف برايمري او ملف ابتدائي. واول حاجه نلاحظها ان مفيش ملف مساعد او ملف تغذيه الاي سي، يبقى دي اول نقطه مختلفه عن باقي الدوائر اللي خدناها قبل كده. بيكون في 3 ملفات، ملف ابتدائي، ملف مساعد او ملف تغذيه اي سي، وملف ثانوي زي ما موجود معانا دلوقتي. الدايره دي مش محتاجه ملف تغذيه اي سي. طيب الاي سي بياخد تغذيته ازاي؟ هنشوف مع بعض. تاني حاجه مفيش مقاومات ستارت اب، المفروض في مقاومات ستارت اب بتغذي الاي سي او اي ترانزستور باور بنبضه او بتيار ضعيف لبدء مرور تيار في الشوبر ويبدا يعمل، ولكن هنا برضو مفيش تيار بدء. طيب ده تاني اختلاف. تالت اختلاف مفيش مكونات او دايود لتغذيه مكثف الاي سي، اذا مفيش مقاومات ستارت اب تغذي مكثف تغذية الاي سي. ثانيا مفيش دايود او ملف لتغذية مكثف الاي سي، اذا مكثف الاي سي ده بياخد الشحنة بتاعته منين وقيمته؟ تعالوا نشوفها مع بعض. 22 مايكرو 25 فولت دي قيمة المكثف. طيب في حال المكثف تنعيم شحن ب 300 فولت ومفيش تيار بيمر في الاي سي، لسه الاي سي ما اشتغلش، يعني هيكون هنا المفروض 300 فولت. بداخل الاي سي مقاومه مرتفعه، يعني ممكن تكون 300 كيلو بتتوصل من الدرين او الكوليكتور للمكثف من خلال مقاومه، والمقاومه دي هي اللي هتغذي وهتشحن المكثف. عند شحن المكثف ووصوله لجهد معين مثلا 12 فولت هيبدا ترانزستور وموسفت الباور في العمل، عمل اوسيليتور وعمل تقطيع لل 300 فولت. في حال الموسفت اشتغل هيوصل ال 300 فولت مع الارضي
وهو ده السورس او ايميتر الترانزستور، لان الاي سي ده فيه ترانزستور وموسفت موصلين توالي مع بعض، هما الاثنين بيعملوا على تنظيم عمل الاوسيليتور وتغذيه المكثف، وبالتالي هيحافظ على الجهد بتاعه من 12 الى 11 فولت مثلا. قبل ما يوصل الجهد ليه ال 11 فولت ويتوقف الاي سي بسبب انخفاض جهد المكثف، هيكون الترانزستور والموسفت فتحوا الدايره تاني ورجع الجهد ل 300 فولت، في الوقت ده هيشحن تاني المكثف، وبالتالي جهد المكثف هيكون متغير ما بين ال 12 فولت لل 13 فولت، ممكن من 14 ل 15، ولكن مش هينخفض اكتر من كده. ده بالنسبه لتغذيه المكثف. اذا الاي سي ده مش محتاج مقاومات ستارت اب، ثانيا مش محتاج ملف تغذية لشحن المكثف، وبالتالي وفرنا مجموعة كبيرة من المكونات. فعمل الاي سي عمل اوسيليتور ما بين الطرف رقم 8 و7 و6 والطرف الموصل مع الارضي 4 و3، وبالتالي في تردد معين هيكون فيض مغناطيسي يمرر تيار في الملف الثانوي. الملف الثانوي كالعادة في شوتكي دايود 2 امبير ومكثف 470 مايكرو فاراد بيكون 16 فولت، ومقاومة 2 كيلو بتغذي ليد الانديكيشن، ومقاومة تاني 1 كيلو موصلة مع ليد الاوبتوكوبلر، وزينر دايود بيكون 8.2 لضبط دايرة الفيدباك على 9.2 فولت. وبالتالي عند عمل ليد الاوبتوكوبلر هيعمل ترانزستور الاوبتوكوبلر على تمرير تيار من البن رقم 5 للاي سي مع الارضي، وبالتالي يتوقف عمل الاي سي ويكون الجهد مظبوط على 9.2 فولت. دي دايرة الاي سي. الاي سي موفر في القطع، ولكن الداتا شيت بتقول ان هو 12 واط، يعني يقدر عند ال 12 فولت يخرج 1 امبير. احنا جربنا عند ال 9 فولت خرج معانا 1 امبير مش اكتر من كده، وصعب التحكم في تيار الاي سي ده لان كل المكونات اللي بتتحكم في التيار مظبوطه داخليا، يعني حتى الشنت ريزيستور موجوده بداخل الاي سي اللي هي بتستشعر تيار الاي سي، فصعب نظبط التيار، وفقط ممكن زياده قيمه المكثف ده من 4.7 ل 10 مايكرو فاراد لتوفير شحنه مناسبه لعمل الاي سي عشان يخرج اكبر قدر ليه. واللي شاف الدايره دي قبل كده ممكن يكتب لنا في التعليقات ويفيدنا، واللي اول مره يشوف الاي سي ده ويتعرف على المخطط ده برضو يكتب لنا في التعليقات ان استفاد حاجه جديده. شكرا لحسن المشاهده، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه وتفعيل الجرس، ونقول لكم سلام.